كابتن اسامه الف مبروك، فوز مستحق. اه طبعا، ما من اول 5 دقائق أو 10 دقائق والهدفين الفوز مستحق خلاص. يعني بعد الهدف الثاني تاكد ان النادي الاهلي هيفوز باللقاء. يمكن احنا اتكلمنا قبل اللقاء على فرقه المقاصه، وتاني بنقرر ان هم من اقل يمكن الفرق اللي دعمت نفسها، ولاعيبه كتير بره مش من الدوري الممتاز، وظروفهم كانت صعبه الماديه السنه دي. يعني هم بيحاولوا ان هم يقعدوا السنه دي في الدوري، لكن هيلاقوا صعوبه كبيره جدا جدا جدا، هيلاقوا صعوبه كبيره جدا. يعني قوام الفرقه يعني صعب، ومش بسهوله انه هيعانوا كتير. فالنادي الاهلي خلص المباراه من اول هدفين جابهم بعد 15 دقيقه. الاحداث مشيت زي الشوط الثاني زي الشوط الاول، بس اللي حصل انه في هدوء اكتر من لعيبه النادي الاهلي. ده وضع طبيعي الشوط الثاني. ما انا بقول لك نتيجه الثلاث اجوال بتوع الشوط الاول يعني. ماشي، ما هو ده طبيعي. ما انا قلت لك انه حصل هدوء اكتر. النادي الاهلي بيلعب ما فيش اي نوع من المقاومه، عارف الفرقه ما فرقه المقاومه ما فيش اي نوع من المقاومه. يعني لا مهددينك في الناحيه في الثلث الاخير عندك، ولا دفاعيا متماسكين قوي. لكن هو اللي حصل ان هدوء من لعيبه النادي الاهلي. ومع ذلك اول دقيقه في الشوط الثاني كان هيجي جون، الحارس صدها كويس، وحسام حسن ضيع واحده حلوه قوي بباطن القدم في القائم، زياد جاب هدف رابع جميل، والنادي الاهلي وزي ما قلنا مستر موسيماني عمل 5 تغييرات مش مضغوط فيهم. يعني بيلاعب ناس وبيريح ناس وبيجرب، ودي كانت الميزه في سهوله اللقاء من الاول، انه النادي الاهلي خلص 3 والخصم مساعده. تماما. يعني احنا ممكن برضو نتكلم، يعني مثلا هو مصر المقاصه دخل المباراه في المركز ال 15، بعد الاربع اهداف دول هو نزل المركز 16. ما هو مكان مويين العرب علشان فرق الاهداف. ما انا قلت لك هو موقفه صعب وعايز شغل كتير جدا جدا جدا، واعتقد هيعاني في الماتشات اللي جايه. ممكن بعد 5 6 ماتشات تلاقيه في ترتيب كمان أسوأ من كده لو فضل بالحاله دي. فالنادي الاهلي عمل ماتش كويس وكسب بكل سهوله، ومستر موسيماني ريح لاعبته ولعب عمل 5 تغييرات، شيء منطقي. وزي ما قلت لك زياد جاب الهدف الرابع بشكل حلو، وكان ممكن يضيف هدفين تاني 3. ولكن لولا كمان ان زي ما قلنا ان لعيبه النادي الاهلي هي نفسها ريحت، يعني احساسها بالمباراه ما فيش مقاومه. أيوة. فريحت، كان ممكن جدا الاهداف توصل لستة وسبعة كان بسهوله يعني. فالنادي الاهلي مبروك ليه انه كسب الثلاث نقاط، طلع اول، ركب الجدول، ما حدش اتصاب، ريح لعيبته، كل دي مكاسب من اللقاء النهارده. وطبعا نتمنى بقى التوفيق في الماتشات الجايه باذن الله رب العالمين.